ليست 105 شاحنات بقدر ما هي مئات التحايا والحملات المملوءة بالأمنيات بتخفيف المعاناة التي يعيشها إخواننا في سوريا واليمن. هكذا تحدثت العدالية عصر الجمعة واكتظت بعد حملة استمرت لعشرة أيام نظمتها جمعية السلام الخيرية. هذا ليس بغريب على الكويت، لأن مثل ما سميت من قبل الأمم المتحدة بأنها مركز العمل الإنساني وأن قائدها قائد العمل الإنساني، فلذلك لا نستغرب من هذا العمل. بفضل الله سبحانه وتعالى أهل الكويت داعمين بقوة، بل هم أهل فزعة، لأن يستشعرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عرس إنساني ديمقراطي، شاحنات الكويت، شاحنات صباح الإنسانية تنطلق اليوم. 105 شاحنة تم تعبئتها من قبل أهل الكويت والمقيمين على أرضنا الطيبة والشركات والدواوين والعوائل. حقيقة خلال 10 أيام تم تعبئة هذه الشاحنات، هذا إنجاز إنساني عالمي. الشعب الكويتي ورغم ما تمر به البلاد من حالات جوية مضطربة، إلا أنه لم ينسى إخوانه في الأقطار الشقيقة والذين يعانون الأمرين جراء أحداثهم المأساوية، وصمم على وصول العدد لـ100 شاحنة. هذه مو أول مرة لله الحمد، هذه تقريبا 5 مرة إحنا نسوي حملة الشاحنات. هالمرة أنجزنا إنجاز عظيم، كان عندنا فريق تطوعي كبير لله الحمد، وبخير الكويتيين قدرنا نسكر 105 شاحنات لله الحمد. كنا من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 10 بالليل، من 7-11 إلى اليوم إحنا نجتمع ونسوي فرز ونعبي الشاحنات لله الحمد. أشكر كل المتطوعين اللي شاركوا معنا، أشكر كل من دعمنا، وجزاكم الله ألف خير. عادة ليست بالجديدة ولن تنقطع بإذن الله، تمثل مفخرة للشعب الكويتي المحب للخير ومساعدة الغير، وتؤكد أن هذه الأعمال هي السياج الأمني للكويت بعد الله في الأزمات والتحديات. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.